افتتح سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية جامعة يوسف بن شاهين بن صقر الجلاهمة الكائن في منطقة جو بالمحافظة الجنوبية. وثمن الهاجري دور جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في إنشاء دور العبادة ورعايتها، شكرا لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ما يوليه من اهتمام كبير في تشييد المساجد. وأكد الدكتور الهاجري أن مجلس إدارة الأوقاف السنية ماض في إعمار دور العبادة والعناية بها وفتح المجال للمتبرعين للمشاركة في بنائها، كما أثنى على المتبرعين الكرام على بناء هذا الجامع داعيا المولى سبحانه أن يكتب لهم المثوبة والأجر. ووجه الهاجري القائمين على هذا الجامع بأن يكون منارة هدى وحق ومنطلقا لنشر الاعتدال والوسطية، وأن يقوم على نشر الرحمة والمحبة بين أهالي المنطقة. يأتي افتتاح هذا الجامع ضمن مجموعة من المساجد التي يستعد مجلس إدارة الأوقاف السنية لافتتاحها في الأيام القريبة. وبهذه المناسبة أحب أن أتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالشكر والثناء ثم لقيادتنا الرشيدة لهذا الدعم الكبير الذي نلقاه في مسألة المساجد وما يتعلق بها من بناء وتعمير وصيانة وتوجيهات، وعلى رأس ذلك سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وحكومته الرشيدة برئاسة سيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى ورعاه. والمساجد عندنا في إدارة الأوقاف السنية خاصة في مثل هذه الأيام تشهد نموا مضطردا مواكبا للمشاريع الإسكانية التي تتوزع على كافة مناطق ومدن وقرى مملكة البحرين. وأنا بهذه المناسبة أتوجه للمحسنين الكرام ذوي الأيادي البيضاء الذين يقدمون هذا الدعم السخي في عمارة بيوت الله وصيانتها وتهيئتها للمصلين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.